دكتور حسن ما شاء الله، نفزع عنه الدكتور حسن ما شاء الله، من كلية التربية قسم تكنولوجيا التربية وطرق التدريس، فما شاء الله لديه مقالات كثيرة في ويب اوف ساينس اللي هو دبليو او اس، وبالإضافة إلى سكوبوس وإيرا وماي سايت. فكرة الدورة كانت هو عبارة عن أغلب الطلاب العرب، خاصة الطلاب العرب بيعانوا من كتابة المقالة العلمية، وخاصة في قاعدة بيانات سكوبوس أو ووس. فطلاب كانوا بيشتكوا في هذا الشيء في هذا المجال، والحمد لله بعد ما التقيت مع صديقي الدكتور حسن وأخبرته بهذه المشكلة، والحمد لله هو تجاوب معي، ولكن هو ما شاء الله يعني ايش متقن باللغة الإنجليزية واللغة العربية، فهو عربي من فلسطين وحاليا محاضر في جامعة التكنولوجيا الماليزية، والحمد لله وافق على هذه الدورة. فهذه الدورة الثانية لطلابي، قبل ذلك كنا عملنا دورة اللي هو بيبلومتري، والحمد لله الطلاب نشروا حوالي، في منهم نشروا حوالي 10 مقالات، وأنهوا شوط التخرج، ومع ذلك فالطلاب حابين إنهم يكملوا الدورة لكي يكونوا متميزين في مجال البحث العلمي. والآن نلتقي من دورة إيرا أو قاعدة بيانات إيرا، نلتقي من قاعدة بيانات إيرا إلى قاعدة بيانات سكوبس، وإن شاء الله بعد هذا سوف نلتقي إلى قاعدة بيانات دبليو أو إس الذي هو ووس. فأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة، وسيكون هناك تسجيل لهذه الدورة، وألقي المايك للدكتور حسن فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لدكتور فريد على التقديم. بارك الله فيكم جميعا على يعني هذا الجمع الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا بعض الاسماء انا يعني اوريدي شفتها قبل هيك في دورات سابقة، وفي بعض الاسماء الجديدة ان شاء الله اليوم نجتمع في دورة جديدة اللي هي الميتا أناليسيس والكونتنت أناليسيس. طيب كمقدمة عامة قبل ما نبدأ فيه، لأنه هذه الدورة دورة عملية يعني بالمقام الأول 100% دورة عملية، وبتتطلب جهد كبير جدا. في بعض الطلاب أخذوا معي دورة البيبلومتريك أناليسيس. بالمناسبة البيبلومتريك أناليسيس هو أبسط وأسهل أنواع التحليل، تمام، لأنه ما في تحليل يدوي، هو مجرد يعني خلينا نقول معلومات بنحصلها من سكوبس. هذه الدورة مختلفة إلى حد ما. في اللقاء هذا راح نبدأ في عملية البحث والكيوردز والكلمات المفتاحية والأمور هذه كلها عن طريق سكوبس، تماما زي ما عملنا في البيبلومتريك أناليسيس. في اللقاءات إن شاء الله القادمة راح يختلف الشغل معانا تماما. طيب في نقاط لابد أوضحها قبل ما نبدأ في الدورة، انه الدوره ان شاء الله ستكون يعني باللغه العربيه 100%، ما في اي استخدام باللغه الانجليزيه، فاللغه الانجليزيه لا تعتبر حاجز في هذه الدوره. هذا واحد. اثنين، كتابه المقال عشان احنا نكتب وننشر فيه قواعد بيانات سكوبس والويب اوف ساينس راح تكون باللغه الانجليزيه، ولكن هذه يعني لا تعتبر مشكله. في الدورات السابقه خلينا نقول معظم الطلاب كتبوا البيبلومتريك اناليسيس، ورقه البيبلومتريك اناليسيس باللغه العربيه، واستعنا بمترجم عن طريقي، ارسلوا لي الورقه وارسلتها لمترجم، والحمد لله نشرت. فاللغه يعني ما لها اي تاثير، ما تخلي اللغه تاثر عليك وتقول انه انا ما عندي خبره او لغتي الانجليزيه مش جيده مش حقدر اكتب الورقه. هذا كلام مش صحيح، هذا الكلام مش صحيح. انت ممكن تكتب اللغه العربيه بدايه وتترجم وفيما بعد، لانه شوف اللغه الاكاديميه، اللغه الانجليزيه المستخدمه في الكتابه الاكاديميه تختلف عن التحدث والجرامر والامور هذه، تمام. فانت يعني ما تخلي الموضوع هذا حاجز بالنسبه لك، بالعكس هذا شيء ممكن
يحسن من لغتك ويحفزك لتعلم اللغة الإنجليزية. إحنا ليش بنكتب يعني بنكتب مقالاتنا باللغة الإنجليزية بالمقام الأول؟ لأنه خلينا أقول 99% من المجلات المفهرسة هي مجلات أجنبية، يعني تقبل اللغة الإنجليزية كلغة للنشر. اللغة العربية أو المجلات المفهرسة في سكوبس اللي بتقبل اللغة العربية هم معقدين الأمور بزيادة، يعني معظمها موجود مثلا في الأردن والعراق، المحررين بيكون عمره 70 80 سنة بروف وبيعقد الأمور وكذا. فإحنا بنكتب اللغة الإنجليزية بنختصر الطريق علشان إن شاء الله لاحقا يعني يكون القبول في سكوبس أسهل. طيب بالنسبة للتحليل بشكل عام، أو مش عارف إذا معظمكم حضر الدورة التمهيدية أو المقدمة للبحث العلمي، قلنا إنه في ورق أو أوراق علمية عبارة عن بحث اللي هي إحنا بنعمله في دراستنا في الماجستير أو الدكتوراه، بنلم بيانات استبيانات أو مقابلات أو كذا، ومن ثم بنكتب الورقة. يعني خلينا نقول النوع الثاني من هذا النوع من أنواع الأوراق العلمية اللي هي أوراق التحليل أو الأناليسيس بيبر، اللي هي معظمنا نشر الحمد لله فيها عن طريق البيبلومتريك أناليسيس. هذا نوع من أنواع التحليل، ولكنه زي ما قلت هو أسهل أنواع التحليل. اليوم الآن راح نتعمق إن شاء الله في هذه الدورة في الميتا أناليسيس والكونتنت أناليسيس. راح نبدأ ب الخطوات المألوفة اللي هي عبارة عن سكوبس داتابيز. فأنت لابد تحضر يعني خلينا نقول أكاونت عشان تدخل على سكوبس، زائد تحضر الكلمات المفتاحية اللي راح نشتغل عليها. طبعا هذا الكلام قلته في دورات سابقة وأعيده كمان مرة، الكلمات المفتاحية اللي بنستخدمها في أي ورقة أناليسيس أو ريفيو بيبر هي اللي بتأسس هذه المقالة أو هذه الورقة. فلو احنا زدنا حرف أو نقصنا حرف أو زدنا كلمة أو نقصنا كلمة راح يختلف مع النتائج، وراح تختلف مع المتغيرات، وراح تختلف مع الورقة تماما. تمام؟ فبشكل عام لابد من إنه احنا نكون واضحين من الآن إيش هي الكلمات المفتاحية اللي راح نستخدمها لكتابة هذه الورقة. قبل ما نبدأ بالجزء العملي راح أوريك بعض النماذج الريفيو بيبر اللي انقبلت في سكوبس ويب اوف ساينس وكيو 2. تمام؟ وكانت على يعني بشكل الريفيو بيبر اللي راح ناخده اليوم ان شاء الله. طيب الان لو عملنا شير، طيب ايش اللي بيفرق الورقة أو ورقة التحليل عن ورقة البحث العلمي العادية؟ بشكل يعني قول منهجي أو نظري ما بتفرق شيء، هي نفس الستركتشر، نفس يعني المكونات. تمام؟ في عندك العنوان، في عندك الملخص البحث، في عندك المقدمة، في عندك أسئلة البحث، منهجية البحث، تمام، اللي هو النتائج، ومن ثم المناقشة. هي تماما زي أي ورقة بحث يعني علمي، ولكن اللي بيفرق إنه إحنا بنتبع منهجيات محددة لكل نوع من أنواع التحليل. مثلا في البيبلومتريك أناليسيس استخدمنا بريزما فريم ورك. بريزما فريم ورك هي اختصار ل خلينا نقول يعني العمود الفقري لاي ورقه تحليل، سواء بيبلومتريك، ميتا اناليسيس، سيستماتيك ليتريتشر ريفيو، كونتنت اناليسيس. لابد انه نتبع نظريه معينه او فريم ورك معين، واشهر الفريم وركس الموجوده حاليا هو بريزما. فشوف انا مستخدم بريزما هنا عشان احلل الأوراق هذه اللي طلعت معاي بهذا الشكل. هذا كله مكتوب في الأبستراكت. طيب إيش اللي بيفرق البيبلومتريك أناليسيس عن الشغل اللي راح نشتغله اليوم؟ شغلة واحدة مش بسيطة، مش أقول بسيطة، هي شغلة واحدة. إيش هي؟
لو رحنا تحت في الملحقات appendix شايفين راح نلاقي جدول. الجدول هذا عبارة عن عدد الأوراق اللي أنا قمت بتحليلها يدويا، وهي عبارة عن 31 ورقة. طبعا في البيبلومتريك احنا ما حللنا أي شيء يدويا، احنا حصلنا معلومات جاهزة من السكوبوس داتابيس، فهذا هو الشغل اللي راح يفرق معانا. في السيستماتيك ليتريتشر ريفيو، الميتا اناليسيس والكونتنت اناليسيس، لابد انه احنا نحلل الشغل اللي بدنا نشتغل فيه، الاوراق العلميه اللي راح نشتغل فيها بنحللها، يعني نقول بنفنطها تفنيط على شكل جدول. انت بمجرد ما تنتهي من صياغه او كتابه هذا الجدول، انت الان مشيت في ورقتك ما لا يقل عن 80%. فكل الصعوبه او كل خلينا نقول الجهد اللي راح يعني تبذله في كتابه هذا الجدول، بمجرد ما تنتهي من هذا الجدول كل الورقه عباره عن تحصيل حاصل. يعني انا لما بدات في كتابه هذه الورقه، اول شيء عملته رحت عملت الجدول، تمام. بعد ما انتهيت من الجدول رحت فرغت البيانات اللي انا جمعتها في الجدول زي ما احنا شفنا في هذه الورقه. كمان ورقه بنفس الاليه على نظريه معينه، برضو ملخص، ورقة، كلمات مفتاحية، مقدمة، تمام، أسئلة البحث، theoretical background، المنهجية، والبريزما فريمورك إلى آخره، تمام. طيب شغلنا اليوم راح يتضمن أكثر من هيك، اللي هو عبارة عن الكونتنت أناليسيز زائد الميتا أناليسيز. أنا طبعاً يعني أعمل محكم في العديد من المجلات، من ضمنها هذه المجلة. هذه المجلة Sustainability، هي عبارة عن مجلة Q1، أعتقد Impact Factor اللي هو معامل التأثير أكثر من 6. هذه الورقة جتني الأسبوع الماضي للتحكيم، وأنا أعطيتهم يعني تعديلات جذرية. هو إيش عامل؟ هو دامج Bibliometric Analysis زائد Content Analysis. فأنا حبيت أوريكم إياها بشكل يعني سريع عبارة عن إيش، لأنه إحنا راح نشتغل يعني الشغل مشابه جدا، ما عدا إنه راح نغير البيبلومتريك أناليسيس، هذه راح نغيرها لي كونتنت أناليسيس زائد ميتا أناليسيس، تمام. فهو حاطط بيبلومتريك أناليسيس كنوع من يعني النوع الأول في التحليل، واشتغل بنفس الآلية اللي إحنا اشتغلناها لو إحنا ذاكرين ورقة البيبلومتريك. بعدين راح اشتغل content analysis رقم 2، بعد ما خلص من البيبلومتريك اشتغل ايش؟ content analysis، تمام. هو بداية من هنا بدأ يشتغل content analysis، وهذه كانت من احدى التعليقات ان انا قلت له ليش هنا كاتب literature review، مفروض تكتب content analysis لانه انت بديت في نوع من التحليل الثاني. لو شفنا content analysis هو تحليل محتوى، تمام، باللغة العربية اسمه تحليل محتوى. فمن أهم الأشياء اللي إحنا بدنا نذكرها في تحليل المحتوى اسم النشر، وماذا قدمت هذه الورقة، وآلية تطبيق هذه الورقة، تمام. فإحنا بمجرد ما نشوف هذا الجدول راح نفهم إنه تحليل المحتوى ما راح يكون عبارة عن شيء جاهز إحنا بنعمله داونلود من سكوبس داتابيز، لا، إحنا بدنا ننزل عدد معين من الأوراق من سكوبس داتابيز، ومن ثم نقوم بتحليلها بشكل يدوي، تمام. وهذا هو اللي راح يعني إيش يفرق عن البيبلومتريك أناليسيس. طيب هذا كله عبارة عن يعني مقدمة قبل ما نبدأ في الخطوات العملية للدورة. هل في حد عنده أي استفسار قبل ما نبدأ في كتاب أو في الجزء العملي من الدورة؟ هل في أي استفسار؟ طيب ممتاز. الآن نعم، الجدول اللي رويتنا إياه قبل أول شيء اللي قلت لو تكمل هذا الجدول 80% يكون البحث جاهز. نعم. هذا من وين نجيب الجدول هذا اللي ذكرته قبل شوي؟
هو هذا محتوى الدورة، هذا اللي احنا راح نسويه في هذا اللقاء في هذا الدورة ان شاء الله. يا خير تمام، هو هذا اللي راح نشتغله ان شاء الله في هذا الدورة. ولو انت اشتغلت هذا الجدول، وطبعا كل السامعين لو انت تمكنت من الانتهاء من هذا الجدول سواء 30 او 40، انت قادر على كتابة اي نوع من انواع التحليل. يعني الامر غير متعلق بالميتا اناليسيز او الكونتنت اناليسيز، لا، انت بمجرد امتلكت المهارة انك يعني تكتب هذا الجدول، موضوع التحليل خلاص صار في جيبك. هذا يفرق عن البيبلومتريك اناليسيز، لانه البيبلومتريك اناليسيز خلاص هو ورقة بيبلومتريك فقط، ولكن في هذا الجدول انت ممكن تعمل ميتا اناليسيز، ممكن تعمل كونتنت على نفس الجدول، ممكن تعمل سيستماتيك ليتريتشر ريفيو ايضا. تمام، انت ذكرت ثلاث مناهج صح؟ نعم، هاي ثلاث مناهج توصلنا الى ووس. طبعا انا الورق اللي شيرته الان على اللي وريتك اياه، الاوراق اللي انا نشرتها، الاثنين منشوره في ووس ما شاء الله. ومش بس ووس، ليها معامل تأثير، لأنه في كثير من الأوراق أو المجلات يعني مفهرسة في ووس ما في معامل تأثير، لا، هذه ليها معامل تأثير أيضا اللي هو الإمباكت فاكتور. وفي بيبلومتريك أناليسيس منشور في ووس كمان. فالأمر مش نوع الورقة أو مش نوع التحليل، الأمر عبارة عن خبرة، وعبارة عن جودة في الكتابة، وعبارة عن شيء أنت قدمته جديد للعلم. لو هذه الأشياء اجتمعت في أي نوع من أنواع التحليل حتى لو كان بيبلومتريك، أنت قادر تنشره في ووس وفي سكوبس. أنا عندي الأوراق، عندي تقريباً 10 بس في سكوبس وبيبلومتريك أناليسيس. تمام؟ فمش نوع التحليل اللي راح يحدد لك أنت وين تنشر، لا، إيش أنت قدمت والموضوع اللي أنت بحثت عنه. طبعاً هذه من الشغلات اللي أنا يعني حابب أنبه عليها في هذه الدورة، إنه نختار موضوع البحث بعناية، الكلمات المفتاحية نختارها بعناية، لأنه كثير من اللي شاركوا في دورة البيبلومتريك أناليسيز كانت أوراقهم صراحة ممتازة وتقبل في سكوبس للأمانة، ولكن لأنه في تخصص فريد أو تخصص مثلا إسلامي أو تخصص يعني ما في مجلات باللغة الإنجليزية بتنشر فيه، ما قدرنا ننشر فيه سكوبس، هو هذا كان السبب. لذلك حتى لو تخصصك إسلامي أو تخصصك نادر، حاول تبحث عن كلمات مفتاحية خلينا نقول يعني فاميليار، أو خلينا نقول يعني نلاقي مجلة تقبل هذا النشر، لأنه التحليل، أوراق التحليل الريفيو بيبر هي أوراق قوية جدا، والمجلات ما بترفضها يعني بسهولة. تمام، فهذا شيء يعني حابب أنا بعليه. أنا قلت لدكتور فريد وقلت إني راح أبلغ الطلاب في هذا الموضوع، فإحنا الآن لسه في البداية، أرجو إنه ناخد وقتنا يعني بشكل كافي في إيجاد كلمات مفتاحية. أولا يعني يسهل إنه إحنا نجد مجلة تنشر في هذا المجال باللغة الإنجليزية، هذا شيء مهم جدا. تمام، هل في أي استفسار؟ طيب تمام. طيب الآن لما احنا نقول review paper أو content analysis أو meta analysis، هذه يعني أنواع متعددة من أنواع التحليل. تمام، الهدف الأساسي من هذه الأنواع هو بناء قاعدة بيانات لموضوع معين. فأنا على طول بدي أحط في راسي إنه طالما بدي أكتب ورقة ريفيو بيبر، أنا بدي أعمل قاعدة بيانات لموضوع معين. مثلا أنا بدي أبحث عن أهم أساليب الإدارة التربوية، مثلا إيش أفضل طريقة أنا راح أبحث فيها عن أفضل المقالات اللي تم نشرها في موضوع الإدارة التربوية؟ إني أنا أكتب review paper اللي هو أعمل تحليل أو مراجعة أدبيات، باللغة العربية اسمها مراجعة أدبيات. إيش يعني مراجعة أدبيات؟
يعني أنا بروح لأهم قواعد البيانات في العالم، مثلاً سكوبس أو ويب أوف ساينس، وبكتب الكلمات المفتاحية لموضوعي الإدارة التربوية. فسكوبس راح يظهر لي أهم المقالات، أو عفواً كل المقالات المنشورة في مجال الإدارة التربوية. طب أنا ما بدي كل المقالات الموجودة في الإدارة التربوية، بدي المقالات الخاصة بالإدارة التربوية مثلاً في المرحلة الابتدائية، تمام؟ فهذا هنا بيجي دور الكلمات المفتاحية وأهمية الكلمات المفتاحية في تغيير مجرى البحث كله. فأنا بأكد كمان مرة إنه الكلمات المفتاحية هي أساس البحث، لأنه الكلمات المفتاحية مأخوذة من العنوان، والكلمات المفتاحية هي اللي بتخليك تكتب الأسئلة، والكلمات المفتاحية هي اللي بتعطيك النتائج، تمام؟ ففي أي نوع من أنواع التحليل الكلمات المفتاحية هي أهم شيء. الآن أنا راح أفتح على صفحة سكوبس، طبعاً كلنا بنعرف كيف نفتح سكوبس www.scopus.com، ولكن لابد نروح عن طريق جامعتنا اللي إحنا مسجلين فيها، لأنه سكوبس هي عبارة عن قاعدة بيانات يعني غير مجانية، تمام؟ فلابد أن يكون أكسس، لابد أن يكون عندك أكسس عن طريق جامعة أو مؤسسة تعليمية أو مدرسة أو كذا. فأنا دخلت عن طريق حسابي في اليو تي ام بصفتي يعني دكتور هناك. أنت تدخل نفس حسابي بالضبط كطالب، ما في أي مشكلة، سواء يو تي ام يو ام أو أي جامعة أو في يعني الدول العربية. فهذه الصفحة اللي راح تطلع بهذا الشكل. معظم المشاركين في الدورة اليوم يعني هم اوريدي عارفين هذه الورقة الصفحة وشافوها قبل هيك وتعاملوا معها. الخطوات الأولى في أي ريفيو بيبر نفس الشيء، اللي بيختلف الخطوات التابعة، تمام؟ فاليوم راح يعني نكرر الخطوات. هذه عبارة عن صفحة سكوبس. إحنا في عندي عدة خيارات للبحث، في عندي document مستند، authors اللي هم يعني الباحثين، research discovery affiliations. فإحنا راح يكون بحثنا عن طريق documents. documents يعني بحث، أنا بدي أبحث عن مستندات أو مقالات. طيب تحت من documents في عندك search within، يعني البحث من خلال. في عندك الكثير من الكاتيجوريز اللي هو إيش بال يعني الكاتيجوريز اللي هو التصنيفات. فبقول لك انه بدك كل شيء، يعني كل شيء في الورقه، كل شيء له علاقه بالورقه، ولا بدك مثلا العنوان الملخص والكلمات المفتاحيه فقط، ولا بدك تبحث عن اسماء يعني باحثين فقط، او الاسم الاول، او اسم المجله، اسم الارتكل الى اخره. احنا في الريفيو بيبر بنبحث في هذه الثلاث اشياء، نبحث في العنوان الملخص والكلمات المفتاحيه. هذا دائما بنحدده نفس الخيار، العنوان، عنوان البحث، الملخص والكيورد. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني لو انا الان كتبت الكلمه اللي بدي ابحث عنها، راح يبحث لي عنها، هل هي موجوده في الكلمات المفتاحيه؟ فراح يجيب هذا المستند. هل هي موجوده في ملخص؟ على طول اول ما يلقط الكلمه في الملخص راح يجيب هذا، راح يضمنه من ضمن النتائج. هل هي موجوده في عنوان البحث؟ برضو راح يضمن المستند في النتائج. طيب الان خلينا نبحث بشكل عام واوريك الفرق كيف الكلمات المفتاحيه بتؤدي لنتائج مختلفه تماما. لو انا قلت students مثلا، طبعا البحث يا شباب فقط باللغة الإنجليزية في سكوبس، ولكن انت اكيد راح تكون يعني على علم بالكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية في تخصصك، تمام؟ واذا كنت يعني بتواجه صعوبة ممكن تترجم على جوجل، ما في مشكلة. المهم الكلمة المفتاحية قبل، لو خاصة لو ترجمتها بشكل حرفي من جوجل، هذه معلومة مهمة، روح ابحث على جوجل قبل ما تبحث على سكوبس، هل الكلمة المترجمة فعلا
مترجمة صحيحة كتيرم كمصطلح، ولا تم ترجمتها حرفيا؟ لأن الترجمة الحرفية بتخرب المعنى، بتخرب كل شيء. يعني جوجل ممتاز في الترجمة أوكي، ولكن أكاديميا مش ممتاز ولا حاجة، لأنه ممكن يلخبط لك المصطلحات من فوق لتحت. طيب لهيك الترجمة الأكاديمية أصلا تختلف عن الترجمة العادية، ترجمة الكتب والروايات وإلى آخره. تمام، فبدنا نتأكد إنه الكلمة المفتاحية صحيحة ومترجمة بشكل صحيح. لو قلنا student engagement، تمام، student engagement معناها قديش الطلاب مندمجين في التعليم، أو قديش يعني مشاركين في الفصل الدراسي إلى آخره. لو أنا بحثت عن الكلمة المفتاحية هذه لحالها ككلمة أو كمصطلح لوحده وعملت سيرش، ثواني بس، اوه هو طلعني لاني فتره الي داخل من في سكوبس، راح ادخل على حسابي كمان مره تمام واعمل سيرش. مجرد ما اعمل سيرش راح يظهر لي كل النتائج، وين في عنوان او ملخص او كلمات مفتاحيه تم ذكر مصطلح student engagement راح يجيب لي نتائجه. ممكن سكوبس يكون بطيء شوية في البحث، خاصة لو الإنترنت عندك يعني مش قوي، فخلينا نعطيه شوية وقت. تمام، هنا ظهرت النتائج. نتائج ظهرت عندي 55,000 مقال و742، انت متخيل؟ لانه student engagement كمصطلح هو مصطلح عام جدا، ويمكن يستخدم في كل انواع التدريس، سواء تدريس الطب والصيدله والهندسه والتربيه كعلم والعلوم الانسانيه. فبلاقي انه في عدد مهول من المقالات. تمام؟ فهذا الشيء انا بس بوريك اياه كمثال. طيب لو انا الان غيرت البحث وكتبت student engagement وربطتها ب او كلمه مفتاحيه اخرى او متغير ثاني، راح الاحظ بالطبع انه عدد الكلمات المفتاحيه قل بكثير. رجاء ركزوا لي على هذا الرقم الان، 55,742 documents. And طيب الآن أنا بحثت عن student engagement كمصطلح لوحده، وراح حطيت كمان متغير أو نظرية وهي اسمها community of inquiry. هذه نظرية دائما بتكون يعني خلينا نقول يعني مصاحبة لـ student engagement كترم أو كمصطلح، فراح أعمل بحث وأشوف كيف عدد المقالات راح تقل أو راح تختلف، يمكن ما تقل راح تختلف. والآن ببحث، تمام، لو شفنا الفرق الآن هنلاقي نزل من 550,000 إلى 550 مقال. شوف كيف الكلمات المفتاحية، كلمات مفتاحية غيرت لي كل شيء. فأنا يعني من خلال الكلمات المفتاحية عرفت إنه في 550 مقال، كل المقالات المفارسة في سكوبس لعلمك، بغض النظر عن السنوات، كل المقالات الموجودة في سكوبس اللي هي بتتعامل مع هذا المتغير زائد هذا المتغير يساوي 550 فقط. طيب الآن لو جيت ونزلت تحت هنلاقي على شمال الصفحة في كلمة اسمها Refine Search. ايش معنى Refine؟ Refine يعني أنا بدي أعدل من نتائج البحث بما يتناسب مع شروطي انا كباحث. طيب ايش هي شروطي؟
شروطي إن أنا بدي أختار مثلاً وين الأبحاث اللي بدي أنا أحللها موجودة. يعني أنا مثلاً في السوشيال ساينس في العلوم الإنسانية، ما لي دخل في علم النفس، ولا لي دخل في الهندسة، ولا لي دخل في علوم الكمبيوتر، تمام؟ خلينا نقول مثلاً لو أنا غيرت السبجكت أريا، طبعاً شباب ما نقلق الآن، بعد ما أنا أعطيك هذه المقدمة راح نتناقش مع بعض، وكل واحد راح يختار يعني مجال بحثه أو الأهم الكيوردز التابعة لبحثه. راح نخلي وقت إن شاء الله لهذا الموضوع، وعلى أساس إنه اللقاء القادم نبدأ إن شاء الله فيه الكتابة بشكل مباشر، وأنتوا تكونوا بحثتوا وطلعتوا المقالات. هو هذا المطلوب منكم في هذا اللقاء، إنه إحنا يعني كل واحد يختار الكلمات المفتاحية المناسبة له، زائد مش بس مناسبة له، زائد إنه إحنا ممكن ننشر هذه الورقة ولا لا في سكوبس فيما بعد، تمام؟ لأنه هذا المقال، عفواً، هذه الدورة يعني بالمقام الأول الهدف منها إنه إحنا ننشر في سكوبس، أوكي؟ فما نقلق إن شاء الله، بعد ما أخلص شرح راح يعني نخلي وقت لاختيار كلمات مفتاحية لجميع المشاركين. اوكي؟ طيب زي ما قلنا من اول انه الكلمات المفتاحية، كتبنا الكلمات المفتاحية الخاصة فينا، انا كتبت عبارة عن كلمتين: متغير زائد نظرية. وايش تأثير هذه النظرية على هذا المتغير؟ هذا تفسير الكلمات اللي انا كتبتها. تمام؟ بنروح على ريفاين سيرش، يعني خلينا نقول تعديل وتظبيط النتائج حسب ما أنا بدي. أولاً ببدأ مع السنوات، أنت بدك من سنة كذا لكذا، من أي سنة لأي سنة. لو أنا مثلاً اخترت من 2012 حتى 2022، طب أنا ليش اخترت 2022 مش 2023؟ في حد عنده معلومة؟ أنا طبعاً ذكرت هذه المعلومة في الدورات السابقة. هل حد ممكن يقول لي ليش أنا اخترت 22 مع إنه إحنا في 2023؟ أي حد من الناس اللي نشرت سابقاً؟ كنا أنا ما نشرت. خلاص خلي للأستاذ. تفضلي تفضلي. يعني حسب معلوم يعني المنطق، يعني يمكن لسه 23 مش كثير من الأبحاث انتشرت، أو لسه تحتاج لتدقيق وتحقيق حتى يتم نشرها، يمكن يعني، والعلم عند الله. تمام تمام تمام، ممتاز. أتوقع دكتور بعد، لأن اللجنة المحكمة للتقييمات من منشأ نفس الحكاية، يعني تبع 23 بتكون في 23، لكن بتطلع كأنها في 24، يعني هي تتأخر بناء على تقييم. أوكي تمام. أيوة. يعني فهي تبع 23 هي نفسها اللي بتكون 22. طيب. نعم نعم نعم، شكرا جزيلا، تفضل دكتور. طال عمرك 2022 لسه ما خلص، فما بقدر أقارن البيانات اللي موجوده في 2022 مع السنوات السابقه، لانه ممكن من نهايه 2023 تزيد عندي الابحاث، فبالتالي بتغير لي النسب او عدد الموضوعات او التقييمات شو ما كان، وبهالطريقه ما بقدر ابني عليها. تمام دكتور، بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا. يعني الثلاث اجابات صحيحه، انه احنا في النهايه لما نعمل تحليل بنعمل تحليل بحيث انه كل سنه ابين قديش صار في بحوث، وقديش صار يعني وزن هذه البحوث، وقديش لها تاثير والها كذا وكذا وكذا. ف 2023 ما انتهت، فانا ما بقدر اضمنها، لانه لسه في يعني الوف البحوث اللي راح تنضاف في هذه السنه. ف في هذه الحاله راح يقول لك على طول المحرر او المحكم، رجاء يا بتشيل السنة هاد يا بتستنى لما السنة تخلص، فراح يرجع لك الورقة ويقول لك يا بتشيل 2023
من نتائج البحث. ولو قال لك هذا الكلام انت في مصيبة، لانه راح تواجه مشكلة عيد الورقة من اول وجديد. فانت من البداية شيل او ما تضمن السنة يعني اسلم لك، تمام؟ هذا اول معيار من معايير الفلترة اللي انا راح اضيفها، انه عدد السنوات راح يكون 10 سنوات من 2012-2022. وراح الشغلة الثانية راح اختار السبجكت اريا اللي هي مجال البحث. في المقام الأساسي راح اختار Social Science والArts and Humanities، لأنه عدا ذلك ما بيهمني كثير في العلوم الإنسانية. وأكتب Limit 2. Limit 2 اللي هي اختصار لي، أو يعني تضمن هذول المجالين فقط، تمام؟ راح نلاحظ طبعا بشكل آلي أنه عدد المستندات قاعد بيقل. ليش؟ لأنه أنا قاعد بفلتر في النتائج. 550 هي مش النتيجة النهائية اللي طلعت لي، هي النتيجة الأولية، أوكي؟ لما كتبت الكيوردز الخاصة في بحثي. طيب، في هنا بيقولك المعيار الثالث اللي هو نوع المقال أو نوع document type. لو أنا عملت show all راح يظل كثير من أنواع documents، المستندات، article, book chapter, conference إلى آخره. فأنا ما راح استهدف إلا مقالات. لو حد قال لي ليش مقالات؟ لأنه أنا بدي حلل مقالات. لو أنا ضمنت البوكس أو الكونفرنس بيبر، معظم هذه الملفات بتكون مفقودة، مش موجودة على الإنترنت، أو البوكس بتكون مدفوعة، فراح أنا أواجه مشكلة إني ألاقي المستند نفسه. فأنا من البداية بحدد مقالات وبعمل limit to، تمام؟ اتحددت لي limit to articles، alright. طبعا كل المعلومات اللي انا كاتبها هنا راح الاقي انها موجوده في، عفوا، راح الاقي انها موجوده في نوع البحث لحالها تضاف. يعني كل ما انا ضفت كريتيريا معينه او فلتر معين راح الاقيه على طول انكتب هنا بشكل آلي. يعني هنا التايتل اللي هو العنوان، الكيوردز اللي انا كتبته، and okay publication year اللي هو عدد سنوات او سنوات البحث، مش عدد سنوات اللي تم اجراء البحث فيها. ليش هنا كتب من 2011 ل 2023؟ اقل من 23، يعني 2023 غير متضمنه. لو متضمنه بكتب لك اقل او يساوي، تمام؟ طيب بقول لك and limit to subject area اللي هو موضوع البحث Social Science and Arts. طبعاً هذا اختصار Arts and Humanities و Social Science. إضافة لي Limit to Document Type اللي هو نوع المقال، AR. AR اختصار لي Article. Alright. الآن كل ما نضيف كريتيريا جديدة راح يضيفها في هو تفصيل البحث. هذا طبعاً راح يهمنا، راح نأخذه إحنا الآن لما نخلص Copy من هنا وراح نكتبه في ورقتنا. Alright. بس خلينا ماشيين واحدة واحدة. الآن نيجي للغة. اللغة بدي أقول له إنه ما بدي أي لغة غير الإنجليزية، فراح أعمل تك إنجليش وليمت تو. طيب تمام. الآن سكوبس ضافت شيء جديد، هذا ما كان موجود لما أخذنا دورة البيبلومتريك على فكرة، ولا هذا الواجهة. هذا كله يعني واجهة جديدة لسكوبس بحيث إنه تسهل للباحثين، خاصة إنه سوق يعني الريفيو بيبر ما شاء الله يعني حدث ولا حرج الأيام هذه، كله بيشتغل ريفيو بيبر. فكانوا الجماعة بصراحة مواكبين لهذا التطور وطوروا يعني قاعدة البيانات بناء على ذلك. فراح ضافوا الكيوردز. لما نعمل شو أول إيش راح يقول لي؟ راح يجيب لي كيوردز غير اللي أنا كتبتهم مع اللي أنا كتبتهم، بحيث إنه لو أنا حابب يعني أتخصص أكثر في مجال البحث، أنا كتبت كلمتين فقط اللي هي Community of Inquiry لو إحنا بنتذكر، وكتبت Student Engagement فقط. هو راح ضاف لي أشياء أخرى موجودة في هذه المقالات، يعني موجودة في 277 documents الحالية. هو بقول لي أنت يعني مصمم فقط تختار الكلمتين هدول، ولا حابب تضيف متغيرات تانية؟ يعني مثلاً حابب تضيف الاونلاين ليرنينج،
التعلم عن بعد، او حابب تضيف التعلم بشكل عام، او التعليم او التعلم او الانجيجمنت ستودنت، اي مقال مذكور فيه ستودنت بدك تضمنه، فانا بقول له لا، انا بقول له فقط اذكر لي الكوميونتي اوف انكويري واذكر لي الستودنت انجيجمنت، الكلمات المفتاحيه اللي انا حطيتها، زائد لو انا على درايه بمتغيرات فعلا يعني في صميم بحثي ممكن اعملها تك. يعني انا عارف انه هذه النظريه بتتعامل مع social presence, teacher presence, cognitive presence. هذول الثلاث أشياء لها علاقة بنظريتي اللي أنا كتبتها. فراح أقول له والله ضمن يعني المقالات اللي بتذكر هذه المتغيرات وأعمل limit to. في موضوعك أنت طبعاً أدرى، فأنت راح تظهر لك كل الكلمات المفتاحية اللي لها علاقة في موضوع بحثك أو في لب موضوع بحثك، تمام؟ لو انا طلعت هنا على طول راح الاقي انه ايش كتب لي، كتب لي limit to language English، يعني انا اخترت فقط English، ما جيب لي لا روسي ولا برتغالي ولا فرنسي، and limit to exact words. شايف هنا exact يعني بالضبط هالكلمات، اي كلمة اخرى فيها التعلم بشكل عام او التعليم او التدريس خلاص ما بيلزمني. هذه من ضمن الأشياء اللي هي بصراحة فعالة وبتعطيك نتائج يعني مضبوطة في النهاية اللي ضافوها في سكوبس. إيش هي؟ ضافوا لي الثلاث كلمات اللي أنا كتبتها: social presence, teaching presence, و cognitive. هذه طبعاً إضافة للكلمات اللي أنا ذكرتها already: community of inquiry و student engagement اللي هم هذه 1+3. تمام. أكم عدد المستندات؟ 69. طيب هل 69 مناسب؟ نعم مناسب، لأنه راح أعمل داونلود لهذه 69، وأنا متأكد إني ما راح أنزلهم كلهم. يعني في بعض المواقع الملف ما راح يكون موجود، راح ألاقي صعوبة إني أنزل بعض المقالات إلى آخره. فلو نزلوا 69 خير وبركة، ما نزلوا 30-40 برضو مناسب. وراح أذكر ليش أنا ما استخدمت العدد 69. طبعاً هذه الأشياء كلها راح نجيها إن شاء الله في وقتها، بس دائماً لازم نتذكر هذه الأشياء والأرقام والمعايير البحث. right. الآن لو أنا عملت share. لو أنا رحت على صفحة المكتب وعملت مجلد، عملت لما أنا أخلص اللي هو البحث الأولي في سكوبس، أول شيء بسويه دائماً اني انا باخذ كوبي من هذه المعلومات واروح احطها هنا، زائد بكتب انه العدد الاولي للبحث للمقالات كان 550، بعد فلترة المقالات كان 69. تمام. طبعا هنا خلينا نقول بيفور وهنا افتر. تمام. ليش أنا أخذت هذه المعلومات؟ أخذتها لأني راح أكتبها في منهجية البحث لاحقاً. راح أكتب أيضاً إنه الكلمات المفتاحية الأساسية عندي كانوا 2 اللي هما student engagement وال community of inquiry. فأنت لما تعمل البحث راح تعمله بنفس هذا الشكل. تماماً هذا هو العنوان، طبعاً العنوان غير مكتمل، وهذه هي المقالات الأخيرة والمقالات الأخيرة. طيب الخطوة الأخيرة قبل ما ننتقل لتحديد الكلمات المفتاحية للمشتركين في البيبلومتريك أناليسيس، لما كنت أصل لهذه الخطوة إيش كنت أعمل؟ كنت أعمل إكسبورت وأروح أطلع ملف خاص بإكسل اللي هو منه بناخد بيانات التحليل. هنا لا، هنا ما بدي أعمل هذا الشكل،
هنا راح اروح على اول اعمل تيك احدد جميع المستندات. طبعا هو بيحدد اعتقد اول 50 فقط، فراح اعملها على اكثر من خطوه وراح اختار داونلود. شايفين كلمه داونلود؟ تمام. وهو بيقول لك يو كان داونلود ماكسيمم اوف 50، يعني انت فقط بتقدر تنزل 50. بقول له اوكي مش مشكله، فيرست 50، وفيما بعد ببدا من 51 ل 69 وبعمل داونلود وبستنى. طبعا هذه خطوه يعني بتطول، بتاخذ وقت شويه. وانا زي ما قلت لك انه مش الكل راح يعمل داونلود، مش كل المقالات، البعض منها فقط. فخلينا نشوف اذا احنا محظوظين وكم عدد المقالات اللي انا راح انزلها. وفي هذه الخطوه بالذات طبعا انت يعني اللي اخذوا معي البيبلومتريك اناليسز يبدا يركزوا من الان، لانه الان بدا يعني يختلف الشغل عن البيبلومتريك. والان بنزل من 1 ل 50، بعد ما يخلص راح انزل من 51 ل 69. الان هو ماشي 96%. خلينا نشوف لمتى. طيب على بال ما هو بينزل، يعني اذا في حد عنده سؤال استفسار ممكن يعني يتفضل وانا موجود. شايف اجتني على طول رساله ايش بتقول لي؟ 26 out of 50 downloads have successfully downloaded، يعني فقط لقينا 26 ملف، وهذا عدد صراحه ممتاز، ممتاز جدا. تمام. طيب الان لو عملت داونلود كمان مره اوكي، وراح اقول له مش first 50، لا هقول له results from 51 to 69، اللي هو ايش 69، لانه اوريدي انا نزلت اول 50 وعملت كمان داونلود. الان اللي قاعد بيصير معي انه هو بنزل الجزء الاخر. لو مثلا انت بعد ما طبقت الفلتره طلع معك 100 او 150 اوكي، بتعمل له داونلود وقديش هو راح يلاقي. فمثلا انت بتبدا من 1 ل 50، بعدين من 50 ل 100، او بعدين من 100 ل 150 وهكذا. وفي النهايه لعلمك، في النهايه يعني انا مثلا 26 وهنا مثلا نقول لو طلع 10، لو كان المجمل 36 ورقه ايضا من التحليل راح نستثني بعض الاوراق، وهذا مش العدد النهائي اللي راح نحلله، مش عدد النهائي من المقالات اللي راح نحلله. وهذه الصعوبة في الميتا أناليسز والكونتنت والسيستماتيك ليترش ريفيو، إنه إحنا بنعمل كل شيء يدوياً. هي داتابيز، كوبس داتابيز، بتساعدنا إنه إحنا نلاقي المستندات فقط. الآن بعد ما أنا نزل المقالات خلاص دور سكوبس انتهى. أوه شوف هنا إيش بقول لك، لقى واحدة فقط، مقال واحد من 19، فالتوتال عندي 27 المقالات اللي لقاهم 27. لو أنا رحت على داونلود راح لقيهم موجودين عندي بهذا الشكل، بداية من هنا حتى هنا. راح أخذهم نسخ وأحطهم في الفولدر بهذا الشكل. الآن اللي صار عندي إنه أنا نزلت كل المقالات اللي أنا محتاجها في عملية التحليل. هذه المقالات الموجودة هي اللي أنا محتاجها في التحليل. طبعاً كيف راح نحلل وكيف راح نبدأ في كتابة الجدول، هذا كله إن شاء الله راح يكون اللقاء القادم. لحد هنا لو كلنا إن شاء الله اللقاء القادم كنا قادرين إن يكون عندي المقالات الموجودة اللي أنا بدي أحللها، فهذا إنجاز ممتاز. الآن خلينا نبدأ مع المشاركين ونشوف إيش هي، يعني خلينا نقول أنسب كلمات مفتاحية بنقدر
نستخدمها لكل مشترك. مين حابب يبدأ ويقول لي مجال بحثه؟ دكتور. نعم تفضل. دكتور إذا مثلا أنا مجالي تربية اللي هو تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. فمثلا لو فكرت في مقال مثلا بعنوان واقع استخدام برنامج الواتساب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في سلطنة عمان. اوكي. فمثلا طيب. بتكون نعم دكتور تفضل. تفضل خلص وانا بعدين أعلم. يعني هل من ضروري هل من ضروري اني اضيف سلطنة عمان او ما يحتاج ضروري؟ هذا السؤال الاول. بالنسبة للكلمات المفتاحية في هذه الحالة تكون مثلا الواتساب اللغة العربية مثلا للناطقين بغيرها تعليم هكذا، يعني هذا من مفهوم الاول يعني. هذا الدكتور اللي طيب خلينا نجرب. أنا يعني ما برجح صراحة يكون في نتائج، ولكن خلينا نجرب. بعد ما أجرب يا بنعتمد النتيجة يا بنصحك نصيحة اللي هي شوف كيف ما في نتائج أصلا. نصيحتي لأنا كنت أنصحك إنه أنت ممكن تخلي موضوعك بشكل عام، يعني واتساب في تعليم اللغات بشكل عام. تمام. نعم. لو احنا شلنا عربك فقط، لو شلنا عربك وكتبنا language teaching and WhatsApp ممكن نلاقي، ممكن لا، بس لانه الموضوع بيكون اعم فممكن يعني يكون في عندي مجال. نعم. برضو عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور يعني أنت تنصح أن مثلا المقالين اللي نحن يجب أن نحن ننشرهم يكون تابعات لمراجعة أدبيات؟ تمام. هو يعني على الأقل واحد منهم يكون مراجعة أدبيات. ليش؟ لأنه مش بس مهم في اللي هو إعفائك من شرط التخرج، لا، لما أنت تكتبي ورقة أدبيات انت بالفعل كتبتي تشابتر 2 اللي هو دراسات سابقه والاطار النظري. هو لو انت قدرت تنشر اثنين ما شاء الله، يعني انت بتكون كتبتي الفصل وانتهيتي منه زائد حققت شرط التخرج. فاذا انت قادره انك تنشر اثنين والله عال. اذا واحد ما في مشكله، اذا حبيت تنشري واحد بعدين واحد من نتائجك برضو ممتاز. تمام تمام دكتور دائما العناوين يفترض ان احنا نجيبهم من الرساله نفسها اللي انا عملتها، صح للدكتوره؟ على سبيل لا ما في اي شرط انه تكون العناوين مثل الرساله تماما، ولا حتى لو كانت مختلفه الى حد ما برضو ما في مشكله، طالما نشرتي وكتبتي اسمك واسم مشرفك في النشر والجامعة دخلتيه على السيستم، أنت يعني عافيت من الشرط. مش مالي علاقة كلش يعني. ما في علاقة. فيما بعد ممكن تنشري من نتائج بحثك، ولما توصل لمرحلة التحليل الإحصائي وجمع البيانات إلى آخره ما في مشكلة. لو نشرت قبل والعناوين ما لها علاقة. أنا أوريدي مطلع النتائج تبع البحث تبعي. برضو لو نشرتي مراجعة الآن ما له علاقة، العنوان ما له علاقة بالبحث. يعني ممكن أعمل عنوان مختلف نوعا ما ويمشي معايا. نعم 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 صحيح. ولكن إحنا بنقول خلينا نعمل عنوان خاصة لو إنه ريفيو، خاصة لو إنه يعني مراجعة أدبيات. ليش؟ لأنه راح تستفيدي منه في فصل الدراسات السابقة. الا اذا انت كاتبه فصل الدراسات وحابه تتوسعي وناشره وحابه تتوسعي اوكي على 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 خلاص تمام دكتور. طيب دكتور بعد في سؤال لو سمحت، سامحني على ازعاجي. اكثر الاسهل نشر المقالات مراجعه الادبيات او نعمل اللي هي النتائج؟ والله الاثنين يعني ما بقدر اقول مين اسهل، الاثنين كل واحد له هدف.
مراجعة النتائج ورقة والتحليل ورقة. التحليل زي ما قلت لك هو يعني عبارة عن تسهيل للباحث في يعني أمور كثيرة جدا، منها كتابة فصل الإطار النظري. أنت لما تعملي تحليل أنت خلاص بتكوني ملمة في يعني أحدث 30 مقال أو 40 مقال قاموا بموضوعك تماما، فأنت قادر تكتب الإطار النظري كله من هذه المقالات. في حالة أنا مخلص الإطار النظري والنتائج برضو ما في مشكلة، أنت حابة تستزيدي لأنه النشر أو قبول الأوراق للأمانة في موضوع الريفيو أسرع وأفضل من الكوستينير والمقابلات، لأنه إجراءاتها كثيرة جدا، خاصة لو إحنا بدنا ننشر في سكوبس ويب أوف ساينس بيقعدوا يسألون عن أشياء اللي هو هل مثلا إجراءات قانونية وإجراءات الحماية إيش بيقولوا عنها consent اللي هي تبعت participants والأشياء هذه، فإحنا في الريفيو بيبر في غنى عن كل الأمور هذه. بالضبط صح معك حق. دكتور حسن ممكن أضيف شيء؟ نعم تفضل. أوكي تفضل. أوكي شكرا دكتور حسن. أنا أقترح للطلاب إنهم لما يختاروا موضوع إن شاء الله موضوع اللي راح يكتبوا بيها مقالة وينشرها في بحث في مقال في قاعدة سكوبوس، يعني يكون جزء يعني مرتبط ولو بشيء بسيط بالبحث تبعه، فأخاف لا يكون في مساءلات يعني من ناحية المشرفين أو إلى ما شاء الله. فهذا مجرد اقتراح يعني من جميع الطلاب. هو تدعي ما راح يكون عنه بعيد، راح يكون لي علاقة، بس يعني الدكتور قال إنه أكثر نبعد الأمور الإسلامية على أساس نحن نقدر ننشر فيها. صحيح. تمام بارك الله فيك دكتور فريد. الآن ردا على الأخ، أعتقد أخ أحمد دكتور. نعم الآن لما أنا شلت الأرابيك لانجوج حطيت لانجوج تيتشنج عن واتساب ظهر لي 121. جميل. أنت الموضوع أنت الموضوع طالما إنه ما طلع من حيز تفكيرك اللي هو الواتساب وتدريس اللغات فأنت قادر تطبقه، إلا إذا أنت خلاص يعني حابب إنه تكون في تدريس اللغة العربية، لأنه تدريس اللغة العربية لو إحنا جينا على ناس فعلا طبقوا الواتساب في تدريس اللغة العربية ونشروا هذه المقالات في سكوبس أنت على طول راح تعرف إنه عدد المقالات يعني ما راح يكون كافي، أو إذا ما فيش خالص أصلا فعلا. شفت كيف؟ اما تدريس اللغه بشكل عام او اللغات بشكل عام وربطها بالواتساب راح نلاقي شويه مقالات. هو في ارتباط دكتور بما انه في تدريس اللغات واللغه العربيه بالزبط. او اللغات الاخرى هي ترى جزء لا يتجزا منها يعني. بالضبط، وهذه لعلمك من الاشياء اللي انت بتخليك تبحث عن هذا الموضوع، وفي النهايه من المقترحات واللي هو الفيوتشر ورك اللي هو دراسات المستقبل انت بتقول لهم يا جماعه ابحثوا باللغه العربيه عن هذا الموضوع. وهذه من أهم الأشياء اللي إحنا أصلاً هدف الريفيو بيبر لمراجعة أدبيات لفيوتشر ورك. إيش يعني فيوتشر؟ يعني إحنا إيش بنوصل باحثين يشتغلوا بناء على تحليلنا اللي إحنا وصلنا له في ضعف في المقالات المنشورة في تدريس اللغة العربية وعلاقتها بالواتساب. بقولهم يا جماعة اشتغلوا على هذا الموضوع، أنا يعني أنا جايب لكم الموضوع على طبق من ذهب، بس أنتوا روحوا اشتغلوا في هذا الموضوع. فأنت راح تذكر هذا الموضوع كنوع من أنواع المقترحات أو الدراسات المستقبلية للباحثين اللي راح يشتغلوا بعدك. شكرا جزيلا دكتور. العفو حياك الله. طيب مين حابب يناقش موضوعه؟ أنا دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك وطاليك دكتور. أنا موضوعي في القانون وفي الكفاءة في الزواج. القانون؟ أي في الكفاءة في الزواج ما أدري شلون تنكتب أدبيات البحث في الكفاءة في الزواج. كفاءة في الزواج مش عارف أنا عارف كيف تنكتب في الإنجليزي، بس يعني بعد ما أنت تكتب الكلمات المفتاحية إيش المجلة اللي راح تنشر فيها؟ تمام
انت ايش موضوعك في الجامعه نفسها؟ اشكاليه الكفاءه في الزواج مقارنه بالقانون الكويتي. طيب خلينا نجرب. دكتور بعدين نفس الشيء عنواني اللي هو المخاطر السيبرانية في العملية التعليمية لو ممكن. تمام. والله احنا لقينا 5 مستندات، ولكن انا ممكن اعدل شوية بحيث اني احسن من استاذ احمد، حظي احسن. احنا شلنا كلمة ال أربعة وثلاثين. لو أنت طبقت الفلاتر عدد السنوات والمجالات راح يقله، ولما تعمل داونلود راح يقله أكثر. في النهاية راح يظهر عدد مقالات يعني خلينا نقول صغير جدا، فأنت ممكن تاخذ متغير واحد منهم وتربطه بمتغير اخر على اساس زي ما قال دكتور فريد تكون يعني مرتبط بعنوان بحثك بشكل او باخر. واضح دكتور، واضح. تمام دكتور حسن. نعم تمام. ممكن نضيف للاخ بدل الزواج او الكفاءه الزواجيه العلاقات الاسريه؟ ممكن علاقات اسريه، لانه موضوعه يندرج تحت العلاقات الاسريه. ممكن لو انت مناهي له، انا هذا رايي دكتور بالضبط، انه يسيب كلمه مفتاحيه واحده وغير الثانيه. تمام واضح دكتور. تمام انت ممكن يعني تقول اثر القانون، ايش انت قلت؟ قانون الجزائي، قانون الأحوال الشخصية، وقانون قانون الأحوال الشخصية على العلاقات الأسرية بشكل عام. تمام. ولما تبحث عن العلاقات الأسرية زائد القانون الجزائي. تمام. هذا العنوان الأول. العنوان الأخ أحمد إيش قلنا إحنا؟ كلمات مفتاحية. الواتساب وتعلم اللغات. أثر تعليم الواتس أب، أو لا أثر استخدام الواتس أب على تعليم اللغات. أثر استخدام برنامج الواتس أب في تعليم اللغات. تمام. الثالث قلنا إيش؟ مين الثالث؟ الدكتور. نعم. أنا بحثي عن المخاطر، فكنت أريد أتكلم عن الابتزاز الإلكتروني، أعمل مراجعة أدبيات فيه في العملية التعليمية، والثاني عن التنمر الإلكتروني نفس الشيء وأثره في العملية التعليمية. أيوة. لأن بحثي بشكل عام يتكلم عن المخاطر السيبرانية في العملية التعليمية. داخل البحث كنت كثير أتكلم عن الابتزاز والتنمر، فعشان كذا أريد أعمل مقالين عنهم. انت اوريدي بحثتي قبل هيك في سايبر سيكيورتي؟ لا، انا كثير ابحث في المنظومه اللي تبع جامعه السلطان قابوس.
طيب وهل طلع معك نتائج؟ ايوه طلع عندي نتائج. عربيه انجليزيه؟ عربيه بس ما بحثت اللي باللغه الانجليزيه، بس بالعربيه كثير وكثير انها جديده حديثه. شوف اعتقد انه راح نلاقي نتائج كثيره في هذا الموضوع. اتمنى يكون من حسن حظي. تمام. انت ايش بالضبط بدك تربطي السايبر سيكيورتي؟ انا اريد اربط الابتزاز الالكتروني على هو اثره كأنف تعليميه، اثره على العمليه التعليميه وعلى المتعلمين او على المعلمين بهالطريقه، يعني انه لي تاثير معين بشكل عام على العمليه التعليميه. ممكن يكون نعمل له فلتره للمتعلمين او على المعلمين على سبيل المثال. لكن لو يضاف مثلا الاثر النفسي ممكن، هو في النهايه الابتزاز الالكتروني اثره بيكون نفسي لانه هو اللي يؤدي بعدها لهذا. طيب في الحاله هذه او احنا قلنا مثلا الله اكبر، لو قلنا السايبر سيكيورتي اند ستودنت بشكل عام، ولما تطلع لي النتائج راح تطلع يعني عدد مهول، فانا ايش راح اسوي؟ في هذه الحاله هنا 1600 على طول راح انزل تحت على الكيورد الفلتره الكيورد تمام ايوه واعمل اختار. انت في ايش بدك تربطي الابتزاز الالكتروني بالضبط؟ يعني مثلا بدك تربطي السايبر سيكيورتي اللي هي الابتزاز الالكتروني بالطلاب، ولا بدك مثلا بالمناهج كوريكولا، ولا بدك تربطي بتعليم الابتزاز الالكتروني نفسه اللي هو سايبر سيكيورتي ايدوكيشنز التعليم الالكتروني؟ او في ايدوكيشن هناك مكتوب ايدوكيشن دكتور كاني ايوه ايدوكيشن مكتوب تيتشينج ايضا مكتوب ايش كمان في تيتشر في موجود تيتشر بدي اشوف موجود تيتشر ولا ايوه تيتشرز موجود. حلو. لو عملنا ليميت 2 راح يكون عندي 1000. اوكي لو انا حددت النتائج في هذا الحال لانه عدد النتائج كبير، فايش ممكن اسوي؟ اخذ اخر 5 سنوات فقط. اوكي. طبعا تحديد عدد السنوات هو شيء بالاساس، يعني ما في قيود، ما في حد يقول لك لازم 5 لازم 4 لازم 3، لا هو شيء 100%. انت ممكن لو الموضوع مشهور وفي مقالات كثيره جدا عليه ممكن تعمل على السنه الماضيه فقط، صح؟ فهذا الموضوع بشكل اساسي. هنا في السبجكت اريا انت ايضا علوم انسانيه صح؟ أنا راح نقول social science وراح نقول arts and humanities limit 2. بالعكس موضوعك يعني ما شاء الله ممتاز، والعدد المقالات المتوفر بعد الفلترة ممتاز، لأنه على الأقل راح يطلع لك في النهاية 50. الحمد لله. فموضوعك راح يكون كالتالي: أثر الابتزاز الإلكتروني على لو إحنا قلنا على العملية التعليمية بشكل عام، لأنه في الريفيو بيبر إحنا ما بنكتفي بذكر العنوان فقط زي ما شفنا زي ما شفنا هنا. طبعا هذه الأمور يعني إحنا في الريفيو بيبر بالذات
مختلف عن البيبلومتريك. في البيبلومتريك كنا نكتب العنوان قبل ما نبدا، الان احنا حنكتب جزء من العنوان. ليش؟ انا اشرح لك ليش. لو شفنا اتوقع لو عملت لو لما بكتب تفاصيل زياده راح يعطيني اكثر دقه لما ارجع للعنوان، صح؟ بالضبط. فالعنوان راح يكون مرتبط بالجدول. ايوه اوكي. فانا الان لما اقول لك اكتبي عندك انه عنوانك الابتزاز الالكتروني والتعليم تكتبيه، ولكن فيما بعد راح نحدد المعايير الموجوده في الجدول وبناء عليها راح نكمل العنوان. مثلا هنا انا ايش كاتب؟ instructional design made easy. اوكي. instructional design كاتب models categories framework اوكي context and recommended future work. انا بدي اياك تركزي لي على هذه يعني قصدك اني انا ممكن ان انا اناقش education والstudent والteacher مثلا بشكل مختصر او بشكل مش تفصيل كثير، بس كلهم ممكن انا اذكر الاثار الابتزاز الالكتروني عليهم، صح دكتور؟ تمام. ولكن انا راح اتخصص اكثر في البحث لما اكتب الجدول. شوفي انا اللي علمته صفر، شوفيهم 1 2 3 4 5 صحيح؟ ايوه. لو انا نزلت تحت 1 2 موجودين في التيبل بشكل او باخر. يعني ممكن هنا في الفرع هذا او في البيئه هذه يكون عندي اكثر من متغير. اوكي. فكتابه الجدول هي اللي راح تحدد لي العنوان توضح اكثر. ايوه الحين يعني عنوان بشكل عام، بعدها نعمل تفاصيل العنوان بشكل دقيق بناء على الجدول. دكتور تمام. التنمر الالكتروني اعتقد بعد دكتور بنحصل فيه كثير، صح؟ الايش؟ التنمر الالكتروني. نعم. نفس العنوان بس اثر التنمر الالكتروني اتوقع بعد بنحصل كثير عليه. طبعا طبعا هذه المواضيع تريندينج يعني موجوده بكثره الان. ايوه بالضبط. انا حصلت عليها بالعربي ان شاء الله. مشكور دكتور، جزاك الله الف خير. حياك الله. طيب احنا الان انتهينا من كتابه العنوان لاعتقد 3 ولا 4. دكتور حسن يعني حاليا نختار كلمات مفتاحيه صح لكل طالب؟ خلينا نقول كلمات مفتاحيه زائد نص العنوان، لان زي ما شرحت انا باقي يعني باقي العنوان راح نكمله لما ننتهي من الجدول، لانه صحيح. في بعض المقالات مثلا راح نلاقي نظريات، في بعض المقالات ما راح نلاقي، فراح نذكر صحيح. النظريات في المقاله دي كفئه من فئات التحليل، ولكن في مقال في ورقه ثانيه ما في نظريات فما راح نذكر نظريات. اوكي اوكي. فارجو من جميع الطلاب انهم يكتبوا ايش هذا الكلمات المفتاحيه المقاربه لبحوثهم عشان نناقش مع الدكتور حسن. فاللي خلاص يعني اللي انتهوا من كتابه اللي اختاروا الكلمات المفتاحيه يكتبها في الجروب عشان نروح للطلاب لطالب اخر ان شاء الله. تمام ممتاز. هيك افضل انه كل طالب يعني كتب عنوانه يكتب لنا اياه على الجروب الواتساب. أيه. جروب ايه اساس ننتقل للطالب اللي بعده ان شاء الله. طيب مين حابب يشارك الكلمات المفتاحية لورقة؟ اوكي. حسن؟ نعم. انا عندي كلمتين مفتاحيتين، القيادة الرقمية. نعم. والإدارة الأزمات، بس بحس ان إدارة الأزمات كلمة قديمة. هي ممكن يعني ما تكون قديمة، ممكن تكون يعني خاصة بمجالات مختلفة شوي عن التعليم، لو أنت تقصد التعليم. إيه بس دكتور يعني إدارة الأزمات في وقت كورونا هذه إدارة أزمة. صحيح. نعم صحيح. إحنا خلينا نجرب. ما ممكن غيرها إذا نخطط الاستراتيجية جديدة معينة بيكون غيرها بتبدل على سبيل المثال ولا لا؟
والله صوتك كان يقطع وما سمعت صراحة الكلام. دكتور يعني قصدي هو الحين مثلا قال إدارة الأزمات على سبيل المثال، وحاب أنه هو يغير مثلا الكلمات المفتاحية لها. نعم. إذا عمل، إذا تكلم عن الخطط الاستراتيجية، إحنا عندنا خطط معينة مثل سوات وغيرها الحين حديث كثير، إذا عملها إذا استبدلها بالخطط الاستراتيجية ما تنفع مثلا؟ ممكن، بس النتائج راح يعني تكون ورقة أخرى يعني. أيوه. لأنه استبدل، أنا زي ما قلت في البداية الكلمات المفتاحية راح تكون هي أساس الورقة، فهو في الاستراتيجيات راح يلاقي، في إدارة الأزمات أيضا راح يلاقي، بس هذا هذا شغل مختلف. دكتور عبد الله، أنت قلت لي إدارة أزمات وإيش؟ والقيادة الرقمية. القيادة الرقمية، هل نقول رقمية أفضل ولا نقول إلكترونية؟ أنت بتقول يعني قيادة بشكل عام. إيه leadership. أيوة. فيما بعد لو لقينا في الكلمات المفتاحية ممكن نخصص أكثر إن شاء الله. بس إحنا ما ذكرنا ولا شيء على التعليم، فهذه راح يجيب لي يعني أشياء مختلفة تماما. خلينا نشوف هنا في الكيوردز، ما في مجال أختار مجال التعليم. أنا هنا بقول لك هنا مثلا أيوة education. إيش في كمان؟ بس بكفي 190 مش قليل. انت الان ما شاء الله صرت خبير ففاهم اللعبه. والله شيئا مما عندكم يا دكتور. الله يبارك فيك، يرضى عليك. ممتاز. لما نحن ذكرنا الادوكيشن صاروا 180. حدد سنوات. سنوات انت ايش حابب؟ مثلا نقول 2012. تعرف أنا إيش أسوي؟ لأني بصراحة قاعد بقرأ في عناوين المقالات ألاقيها كلها شيء عن المستشفيات وعلاجات مش عارف إيش، فأنا حابب أرجع من البداية. بس الدكتور ما اخترنا education؟ اخترنا education، هو عندهم برضو education مثلاً. تعليم تمريض، تعليم كذا، فأنا إيش راح أقول؟ راح اقول هنا مثلا education leadership. سؤال دكتور حسن، اقل مقاله في رايك كم مقاله الصافي النهائي بعد ما تعمل داونلود على الاقل يكون مثلا يعني من 25 وفوق؟ 25 يعني اوكي. لو كانوا 30 يعني خير وبركه. طيب صحيح الصافي هم يعني، لانه احنا بعد ما نفتح المقالات راح نلاقي برضو في مقالات مش مناسبه، فراح صحيح. نشيل مثلا على الاقل 5. فانت لما تعمل داونلود مسكوبس اعمل حسابك على الاقل تحصل على 40 او 45، لانه بعد التحليل اليدوي راح نشيل بعض المقالات. واكثر مقاله انت شايف انه مره كثير؟ 50 عدد مناسب، أكثر من 50 بنبدأ ب يعني إجهاد البحث، لأنه إحنا راح نفتح واحدة ونحدد يعني أهم الفئات اللي راح نحللها، وبعدين راح نفتحهم مرة أخرى ونعبي الجدول، فالموضوع مرهق. ففي 50 مقالة أكثر من هيك حرام يعني. خلاص شكرا.
تمام دكتور عبد الله، هنا مثلا لما قلنا ضفنا education طيب احنا ما حددنا لسه السنوات دكتور، اروح عند الادوكيشن ما اخترت الادوكيشن. ايوه راح اختارها الان بعد ما احدد السنوات. هنا راح اقول social science و arts. وهنا الله ليرنينج برضو. ليش انا قاعد بكتر انه صاروا 35 صراحه غير كافي، فاي شيء له علاقه بالإدوكيشن قاعد بحطه إدوكيشنال ليدرشيب، وفي النهايه انت راح تفرضهم يعني كيف صاروا 35 بيقول 44 إدوكيشن. هنا عندك صاروا 72 لحتى الان. 72 انجليش دكتور اللغه. انجليش ارتكل انجليش. شايف صاروا 55، فانت حاول ايش اللي هي مثلا من 2002 حتى 2022 اخر 20 سنه. ايوه مقبول الى حد ما، لو انت قدرت يعني تعمل داونلود ل 40 منهم او 35 فبتكون امور جيده. تمام وين اسوي داونلود؟ ما شفته من هنا اول تعمل داونلود. ايوه بس خلاص انا راح انسخ لك هذه الاشياء عشان لو احتجت. طيب الان مين حابب اوكي اطلب من جميع الطلاب يعني يختار موضوع الكلمات المفتاحيه عشان يختار هذا الموضوع، وراح نكمل هذا الموضوع في خطوات كتابه المقاله في الاسبوع المقبل ان شاء الله. فان شاء الله اليوم راح الكل يبدا باختيار موضوع او كلمات مفتاحيه لموضوع مقالته، فياريت الطلاب يشاركوا عشان الكل يعرف ايش راح يكون موضوع مقالته. إن الله الجوائح على عقد العمل. أنا بصراحة ما يعني مش فاهم هذا الموضوع، ممكن تشرح لي إيش عقد العمل يعني المغتربين ولا مش فاهم صراحة. لحظة دكتور. نعم تفضل. تسمعني دكتور؟ نعم تفضل حبيبي تفضل.
معناه أثر جائحة كورونا على عقود العمل في سلطنة عمان. يعني إيش عقود العمل؟ إيش اللي صار فيهم؟ مين هم؟ خليك يعني خلينا نقول خصص أكثر في 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 الكلام. هو التخصيص دكتور على عقود العمل بالنسبة للعاملين في في القطاع الخاص. أوكي. نعم. أوكي. في عمان عندما حدثت جائحة كورونا هناك إشكالية قانونية، لا يوجد نص قانوني يعالج المشكلة. في بعض الشركات أنهوا عقود العمل، وفي بعض الشركات تم إنقاص أجور العمال، وفي بعض الشركات تم فهمت العمال في إجازة بدون أجور. أنا فهمتك، ولكن نعم. يعني النتائج راح تكون شبه معدومة. ليش؟ لأنه هذا موضوع يعني خاص ب مثلا الدول العربية بشكل خاص. نعم. يعني راح نلاقي الناس ضرروا من هذا الموضوع مثلا في في أمريكا أوروبا. ولكن هل تحليل الأوراق الخاصة بهم راح يفيدك أنت كباحث عربي؟ والله ما أعتقد. طيب إيش في عندك مواضيع ذات صلة ممكن تحسها مثلا أكثر تخصيصا راح نلاقي عليها نتائج؟ لأنه لما يعني شوف أصلا الهدف من كتابة مراجعة أدبيات إنه الموضوع صار مشهور جدا. أيوة قاعدين بن 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 بنلخص النتائج هذه بقدر المستطاع، بحيث إنه نعطي بدل ما الباحث يقرأ 100 ورقة أو 50 ورقة بيقرأ ورقتنا إحنا، من خلال قراءة هذه الورقة بيفهم الموضوع، مش العكس. يعني مش موضوع أيوة. جديد وما في عليه هذا، ما بنقدر نعمله مراجعة لأنه ما في أوراق. زين دكتور، ممكن يكون موضوع من كجزء من البحث أو من موضوع الدراسة؟ طبعا. إيش كلمة عندك في الدراسة؟ مثلا القوة القاهرة. القوة القاهرة، القوة القاهرة، نعم، أثرها على عقد العمل زي الإعصار والكوارث مثلا. أيوة. الكوارث الطبيعية دكتور يمكن أقرب لها كلمة. نعم، ممكن الكوارث الطبيعية مع العمل يعني زي كذا يعني. أيوة نعم، المفتاحية. أو الكوفيد 19 مع العمل زي كذا. ليش كذا كوفيد 19 جديد؟ حتى دكتور مجموعة اختيارات يعني الكوارث الطبيعية وأثرها على 1 2 3 مثل ما عملنا. إيه أو لقينا 3 ملفات. طيب خلينا نقول كوفيد. دكتور أنت ممكن تعمل جائحة كورونا، لأن جائحة كورونا بشكل عام كثير عليها أبحاث، فعملها على الكوفيد. بالضبط. أنا لأنه المواضيع هذه صراحة يعني جديد علي، فشوية بستغرب. أوه لقينا ملف واحد. دكتور شيء اعمل بس كوفيد 19، بس اكتب ايوه وتشوفها بعدين. شيل الجو، قرب شيل الجو. اوه راح نلاقي ملايين ايوه. بعدين نعملها دكتور على الادوكيشن على سبيل المثال، ونشوف ايش اللي ممكن، او على المجتمع. المجتمع ممكن نحصل فيه. لقينا 144 لما عملت سبيس ما بين الكوفيد وال19. طيب إذا دكتورة عملت على المجتمع، الكوفيد والمجتمع. كوفيد and community مثلاً.
ايوه كذا صد ممكن حصل مجموعه اشياء ومنها ياخذ منهم الاشياء اللي ممكن انها تكون تحصل في المجتمع، مثلا على سبيل المثال على الاسره، على الامور الماليه. طيب بس في ممكن نختصرها. في نقطه مهمه جدا، انه احنا كل ما كتبنا عدد كلمات مفتاحيه اكثر كل ما قلت نتائج البحث. يعني انا ليش دائما بكتب اثنين، عمري ما كتبت متغيرين، لانه راح تدخل في، تعرف انت حسابات الماتريكس، لما تلاقي علاقه بين متغيرين اسهل ما الاقي علاقه بين هذول المتغيرين زائد متغير ثالث. انت كانك تعمل فلتره بالمعنى. فانا الان مثلا هنا لقيت 144، لو رجعت ورا وكتبت and community، قصدي انا لو تشيل دكتور الجو بس تعمل community على سبيل المثال. في الحاله هذه، في الحاله هذه كويس. ايوه انا كذا قصدي، عشان هو اعتقد الاخ موسى، ايش نعم كريم، موسى اسمه، موسى مسكين، اعتقد انه هو يعني مهتم في موضوع عقود العمل، صح؟ نعم. شوفك هنا كوميونيتي كيف 42,000. توقعت، يعني اتوقع دكتور هو ممكن ياخذ من بعدها، نعمل فلتره زياده نشوف ايش الاثار في المجتمع بالضبط. ايوه احنا ممكن هنا بنلعب مثلا نشوف. بس انا صراحه استبعد نلاقي الجوب كونتراكت، هو موضوع صعب دكتور، بس الا اذا ياخذها من منطق ان الاثار السلبيه على المجتمع يعني، ويشوف هذه النقاط ويختار منها اذا انا ما غلطانه يعني. فقط مثلا رعايه المريض، الانتنسيف كير يونت اللي هو وحده المعالجه المركزيه، الريسك اسسمنت، ايش في اشياء ليها اي ان ادكيشن في 1000. هو اقترح انه ايش يكون كوفيد 19 مع العمل فقط دكتور حسن. ايوه انه هو إيه، لانه قريب يعني، مو لازم كونتراكت. جوب طب جوب ايش، ما هو لازم برضو نحدد يعني، او في جوب ساتسفاكشن، جوب او ليبر، ما في جوب انزايتي مثلا. قريب ما انت تشوف في هو يقصد العمل فين، عقود العمل في قانون العمل في عمان، اي عمل يعني، العمل في القطاع الخاص. مثلا ممكن نكتب كوفيد 19 and NGOs organization. اللي هو الكوفيد 19 والمؤسسات الخاصة، هل هذا مناسب؟ لا دكتور، هي عقود العمل. عقود العمل أو نزاعات العمل. تصور دكتور في هذه الحالة لابد أن يحدد الأثر مثلا النفسي لجائحة كوفيد من وجهة نظر مثلا عمال القطاع الخاص في سلطنة عمان. صحيح، فهو فعلا الموضوع يعني بده تخصيص بشكل أكثر. دكتور هو آثار قانوني، يعني الآثار القانونية. أها. لأن الموضوع يتعلق بقانون العمل. لو the COVID and job private sector ينفع زي كده؟ كتبتها بس هو بيقول لي لا، اللي هي NGOs اللي هي المؤسسات الخاصة، لقينا تقريبا 2000.
أخوي لأنه يعني زي ما تفضل الدكتور حسن، موضوع يكون موافق على موافق للبحث هذا صعب، ما راح نحصله. فنحن نعمل نبحث عن مواضيع يعني مقارب ل يعني للبحث، يعني جزء من البحث عشان نكتب فيه مقالة، فما نقدر ناخذ موضوع كذا يعني مطابق على طول، صعب. انا راح اقول لكم ايش اللي يعني ايش اللي مين اللي طلع اصلا الريفيو بيبر عشان احنا نفهم الفكره منه. الريفيو بيبر طلعوه في التخصصات الطبيه، يعني اول ما بداوا كتابه الاوراق العلميه اللي هي ريفيو مراجعه ادبيات في التخصصات الطبيه فقط. كيف يعني؟ مثلا في دواء، في علاج مثلا جديد وفي عليه 1000 بحث منشور، فبيجي واحد دكتور باحث طبيب يعني باحث بيجيب الألف مقال هذه وبيلخصهم في مقالة واحدة، تمام؟ وبينشر هذا المقال كليتريتشر ريفيو اللي هو مراجعة الأدبيات. يعني أول ريفيو بيبر أنشئت أصلا انتشرت في المجال الطبية، بعدين صارت تطلع على المجالات الأخرى في الهندسة والعلوم الإنسانية والآخرين. فالفكرة الأساسية في لمراجعة أدبيات أو ورقة مراجعة أدبيات إنه أنا موضوعي شائك ومتوسع جداً وأنا حابب ألخصه، مش العكس. مش إنه ما في أوراق وأنا حابب أعمل ريفيو، طب هنعمل ريفيو لإيش؟ أوكي؟ فهذه الفكرة لازم إحنا نفهمها قبل ما نكتب الورقة عشان نفهم إيش الفكرة وراء هذا الموضوع أو وراء هذه الفكرة المنهجية. دكتور ما ممكن يكون في تشابه في عناوين المقالات تبعنا مثلا؟ على سبيل المثال نفس الفكره دافع عن شخص في عمل مراجعه بنفس العنوان، هل مسموح؟ من الصعب جدا انه احنا نلاقيين نفس الشغل بالضبط، صعب في الريفيو بالذات، لانه في الريفيو يعني زي ما بيقولوا كل شيخ وله طريقه يعني. ايوه فهو من الصعب، حتى خلينا نقول مستحيل ان الاقي ريفيو بيبر 2 على نفس الموضوع. يعني بشكل او باخر حتلاقي شغلك بيختلف. ايوه، حتى لو كان العنوان مشابه الشغل داخل البحوث بتكون مختلفه نوعا ما. فهمتك بالضبط. حتى تمام، احنا ايش ارسينا على الموضوع كوفيد 19؟ تصور في تغيير للموضوع دكتور، يحتاج هذا يعني الموضوع هو او العنوان هذا ما اتصور يصلح لمقال، مقال ادبيات بالضبط. ممكن لأن مقال تعرف، لان هذا في قضايا وفي ايضا قانون وفي احصائيات وفي احكام صادره وفي اشياء يرجع لها لابد من الباحث، فيكون كمشروع تخرج او كبحث دكتوراه. بالضبط بالضبط، الله يفتح عليك. ايش اقتراحك الاخ موسى انه يكون في عندك موضوع اخر؟ ما اعرف اذا دكتور انا اقدر اساعده، يعني ممكن انه هو يعمل كوفيد واثره على الاسر، لانه هو بحثه مثلا على العقود هذه كيف انها ممكن انها تظلم ناس معينين، بالتالي يكون مقالاته تكون بشكل عام كيف ان الجائحه هذه اثرت على الاسر، لانه هو بعد بيتكلم عن الاسر، فممكن انه يحصل مثلها الاثر المادي مثلا. بالضبط، على الاثر المادي بيكون ليها علاقه كثير بالسالفه. ايش رأي الاخ موسى؟ ممكن كذا يكون الاثر المادي او الاقتصادي مثلا. اوكي،
السلام عليكم دكتور حسن، في الحال الله يسلمك يرضى عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا رسلت العنواني وايضا الكلمات المفتاحيه على الجروب، ف يعني انا اكتب في الذكاء الاصطناعي، يعني اثر الذكاء الاصطناعي على المؤسسات التعليميه. ممتاز، الان نبحث عنه، موضوع يعني رائج الان. نعم، وايضا على 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 الاداره وتنميه الموارد البشريه في نفس الوقت، يعني قد يكون انها هذه كلمه مفتاحيه اخرى. ما ادري رايك في الموضوع دكتور. اوكي، الان شوف، الان بالنسبه للاخ موسى لما كتبنا كوفيد 19 and work financial status اللي هو الوضع الاقتصادي للعاملين، لقينا 153، وانت يعني سنواتك طبعا في اي شيء له علاقه بكوفيد احنا ما بنقدر نحدد السنوات لانه كلها هي 4 سنوات، هي جاهزه اوريدي. اوكي اوكي تمام، بس اختار ارتكل وممكن تختار انجلش وخلاص، وانت الان جاهز يعني. اوكي تمام ان شاء الله. الان بالنسبه اخونا محمد يقول لك اللي هو ال اي اي ذكاء انت ذكاء الاصطناعي على المؤسسات التعليميه. هي نعم، الذكاء الاصطناعي على المؤسسات التعليميه. اوكي يعني أخ موسى أثر جائحة كوفيد أو كورونا على العاملين العاملين في القطاع الخاص. أيوه، إيش في القطاع الخاص اللي هو إيش قلنا؟ financial workers financial assets اللي هو على الوضع المادي للعاملين. أوكي. أخ محمد 183، ممتاز. Artificial Intelligence اللي هي الـ AI، تمام. طبعا تحدد الإنجليش وبعدين Articles، عدد السنوات، تمام 90. لما انت نزلت منهم مثلا 40 35، اذا انت ايش في الطريق الصحيح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. طيب مين في حد ضايل في دكتور؟ نفس الموضوع، الذكاء الاصطناعي مال الجرائم. جرائم ايش؟ بسم الله. الشخص اللي بيكتب عن الجرائم الالكترونيه او جرائم يخص العسكريه يعني او الشرطه. الذكاء الاصطناعي والجرائم، ما بعرف عاد شو بتحط من جرائم يعني. الكترونيك كرايمز، الجرائم الإلكترونية. أي في 91. Artificial intelligence to fight electronic trafficking of cultural property. Cyber security and cyber forensics for smart cities. شوف مرة ثانية، شو كتاب دكتور الكلمات المفتاحية؟ all AI and electronic. شو هاي AI؟ اللي هي الذكاء الصناعي. AI اللي هي artificial intelligence بيقول عنها AI، اختصروها AI. هيا ايه طلعت فين؟ and electronic crimes، الجرائم الإلكترونية. يلا بعين الله. بعين الله يا دكتور. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية.
هلا انا كنت اتبع معك كل خطوه انت عم تعملها وعملت ريسيرش من الصبح قاعده بشتغل عليه يعني اشوف كيف يعني اطلع الريزلت وهاي الاشياء من كذا حتى موقع. لكن انا يعني ما بدي انه تبحث لي، انا بحب اشتغل لحالي عشان اتعلم. فطلعت كميه طلعت انا يعني بس في شغله يعني صار لي شوي عم بدور عليها هلا لانه صار عندي شت داون بالنت بالادفانس. لما انا هلا انا عملت كوبي للمواضيع اللي انا كنت ادور عليها وطلع لي زي انه زي 60 وصفيتهم وعملتهم فلتر حتى صاروا زي 45 وهيك شيء، قام صار في عندي شت داون بالنت. هلا لو بدي استرجع بس المعلومات كيف يعني انه الريسيرش اللي انا عملته قاعده بحاول ادور بس ما عم بحصل. طيب لو انا يعني بالسيرش دوكومنت، يعني بالسيرش دوكومنت انا عملت كوبي مثل ما انت قلت وتحطه هذا كوبي رح تحتاجوه، حطيته حتى كوبي بالوورد. يعني انا كنت اتابع معك كل شيء انت بتعمله عم بطبقه، كل شيء عم تعمله عم بطبقه، بس لما صار شت داون ضاع مني وجيت اعمل داونلود لكل الدوكومنت اللي انا تقريبا حصلتها، أما صار قلت لك شت داون عندي في النت. هذا لما رجعت فتحت رجعت عملت الكوبي، اخذت الكوبي اللي انا كنت انا عملته حطيته بس ما اجاني. خلاص في طريقتين، الطريقه الاولى انه لو فتحتي على صفحه سكوبس هذه راح يجي لك سيرش هيستوري، شايفاه هذه كل النتائج اللي سويتها اليوم، سيرش فيلد هيستوري سيرش هيستوري. فتحت هون برضه لما صرت افتح ما قابل يعطيني، فتحت يعني اجا هو بالغلط. قلت لك لاني قاعد اشتغل 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 يعني بحب ان يعني انا من التجربه والخطا بتعلم. غريبه، هو مفروض يحفظه في يمكن الهستوري. النت يعني مرات النت هو لا هو عطاني هيك مثل ما حضرتك انت عطتني فتحت بس صار يعطيني نور. لا هو لو النت ضعيف ما راح يفتح لانه انا بعرف انه سكوبس ثقيل، موقع سكوبس ثقيل، فراح يا اما بتلاقيه بالهستوري يا اما لو انت نسختي هذه المعلومات اللي كنت موجوده ممكن نسختها. نسختيها خلاص بكل سهوله، ممكن تمسحي هذا الكلام وتكتبيها وترجع تبحثي ثاني حيديك نفس النتائج. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا بس يعني هي يعطيك الف عافيه يعني عن جد كثير الواحد يعني انا كنت اتبع معك خطوه خطوه، فاتحه التليفون وفاتحه الكمبيوتر فبتابعك هون وهون اشتغل على الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا لك. تمام دكتور فريد، هل في حد متبقي ولا تمام؟ اوكي هل هناك من الطلاب اللي ما عشان ما اختار موضوع لسه اللي ما ناقش موضوع، فيا ريت اللي ما ناقش لسه يناقش في المنصة عشان ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا في الخطوة الثانية اللي هو بداية الكتابة، يعني خطوة الكتابة. اليوم ان شاء الله راح نتناقش عن المواضيع فقط. ففي احد من الطلاب اللي ما اختار موضوع لسه فيا ريت ايش هذا يناقش في المنصة. السلام عليكم دكتور حسن. السلام عليكم. دكتور حسن انا يعني عندي موضوع في بحث الدكتوراه، نموذج تدريسي قائم على نظريتين. انا في تحليل المحتوى اريد اخذ فقط نموذج من احدى النظريتين. تمام ايش اسم النظريه اللي هي نظريه التعلم المستند الى ابحاث الدماغ او الى الدماغ؟ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ Brain Based Learning. تقصد العصف الذهني ولا كيف؟ Learning أيوة. أنا أريد أبحث في النماذج التدريسية اللي قائمة على هذه النظرية، فلما جيت ابحث ما حصلت في سكوبس اللي اريده يعني. تمام خلينا نشوف Brain Based Learning and Learning Strategy. أيوه.
لا هي موجود 4200 كتبت انا لا كتبت تيتشنج موديل لا انت اكتب ليرنينج استراتيجي ايوه هيا الحين لازم اخصص العنوان اكثر هذا هذا اكتب اكتب اثر استخدام اقول لك اياها بالانجلش احنا كله راح نحاوله بالانجلش في النهايه اوكي اوكي دكتور انا اريد اقيس اثر في بحث في الدكتوراه اريد تاثيره على مهارات ما وراء المعرفه لكن ما اريد حاليا ادخل المتغير الثاني انت بكل سهوله بعد ما تكتب هذا الكلام هنا ايوه تمام بتروح على الكيوردز زي ما شرحنا يظهر لك متغيرات يعني كثيره جدا انت قادر تحدد اكثر المتغيرات علاقه بدراستك يعني مثلا هنا مكتوب ديب ليرنينج اللي هو التعلم العميق اذا ترجمناه بالعربي حرفيا او ماشين ليرنينج او مثلا اثره على الفيميل او الميل او الهيومنز في كثير متغيرات فانت انت انت ممكن اجرب ديب ليرنينج لو قلنا ديب ليرنينج ايوه قلنا ليميت 2 في هذه الحاله راح يصير عندك ثلاث متغيرات الان المتغير الاول اللي هو اسم النظريه البرين بيس ليرنينج المتغير الثاني الاستراتيجيه التعليم المتغير الثالث ديب ليرنينج فهذا راح يكون موضوع يعني شيق لكن العدد كبير بعد كيف اقول العدد كبير العدد قل الفتره ما حددنا سنوات عندك اخر 10 سنوات او 5 سنوات لو قلنا انه 1 2 3 600 لو رحنا حددنا السبجكت اريا انت في العلوم الانسانيه برضو صح ايوه في العلوم الانسانيه راح يجيب عدد قليل جدا قليل 8 الحين بيكون عشان كذا اللي صار عدد قليل عندي يعني طيب انت في هذه الحاله الشيء اللي تحدد في علوم الكمبيوتر مثلا ايوه زائد اللي هم ايش الارتس والسوشيال ساينس لانه لما انا حددت علوم الكمبيوتر انا ما حددته ك لكن بيدخل في موضوع الطبي في هذا الجانب يمكن طبي ما اعتقد طبي هو في تدريس حاسوب لانه هو 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 ياخذ ابحاث الدماغ في هذا الموضوع اوكي ممكن احنا نشيل الكمبيوتر يعني ايوه لان الكمبيوتر 349 يعني قصدك نضيف الجانب الطبي
ما اعرف، اتوقع ممكن كذا يفيدني اكثر. اوكي لمتو ممتاز 200 ممتاز، بس تتاكد طبعا ايش يعني ايش في اشياء اضفتها تاخذ هذا الكلام. تمام براجع. الله يعطيك العافيه يا دكتور. الله يعافيك ويرضى عليك. اوكي التالي اللي ما اختار موضوعهم لسه فياريت يختاروا، لانه ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدا الخطوات. تمام، هل اي واحد ما اختار عنوان حتى الان او كلمات مفتاحيه؟ مساء الخير دكتور. مساء الورد، كيف الحال؟ الله يرضى عليك. مشكله صفحه تسكوبت، انا عملت تسجيل لكن ما ظهرت نفس الواجهه اللي هي ظهرت مع حضرتك، يعني ظهرت بشكل اخر الفلتره. انت في اليو ام ولا في اليو ام؟ يو ام. طيب دقيقة دكتور حسن، أنا ممكن أشرح له بعدين؟ أساس أيوة تفضل تفضل. طيب أنا ياريت قفل، أنا أبدأ بالشير دكتور حسن. أوقف الشير. أوكي أيه. أوكي فالطلاب اللي في UM، أوكي بداية بداية نكتب هنا library UM، اوكي مكتبة UM صح؟ لا، بعد ما نكتب في الجوجل راح يطلع لنا زي كذا. اوكي فنضغط على online database. اوكي معايا؟ نضغط هنا. اوكي فيطلع لنا الموقع. بعد ما نختار الموقع اوكي في هنا سكوبوس او تختار هنا بكيفك. دكتور ممكن بس تعيد لحظة، تعيد شوي بس. طيب دقيقة. اوكي بداية نبدأ ب اوكي نبدأ بجوجل. طيب اوكي نبدأ بجوجل، اول شيء نبدأ بجوجل. اوكي الكل يعرف جوجل، نخش في جوجل بعدين نكتب ايش library UM، ايش هذا مكتبة UM. اوكي نضغط على انتر فيطلع زي كده. اوكي university اوكي ملايا library. اوكي بعد ما نختار نروح لقائمة AZ Online Database، قاعدة بيانات أونلاين أو قاعدة بيانات أونلاين. أوكي نضغط عليه. أوكي معايا في الخطوات؟ أوكي معاك دكتور معاك. طيب أوكي نضغط عليه. أوكي فهنا هنا بوجود كل قاعدة بيانات المشتركة في جامعة ملايا أو مكتبة جامعة ملايا مشتركة في قاعدة بيانات، فهنا في قاعدة بيانات كثيرة. أوكي فحاليا نحن نبغى سكوبس، فايش نسوي؟ فنضغط سكوبس بس أو هنا في موضوع. أوكي نضغط سكوبس بس، نضغط سكوبس يطلع لك كل قاعدة بيانات اس، يبدأ بس. أوكي فنحن نبغى ايش هو سكوبس، نضغط هنا سكوبس. أوكي معايا؟ اوكي تضغط اوكي نضغط سكوبس. اوكي اوكي لما نضغط سكوبس اساس انا مشترك خلاص، فانت لما تدخل يطلع لك الباسورد، يطلب منك الباسورد. استنى دقيقه ما ادري. خروج دقيقه خروج، خلينا نخرج زي كده. اوكي لان انا دخلت فبيطلع لي زي كذا، بيظهر زي كذا. اوكي دقيقه استنى، بيظهر زي كذا دقيقه. اوكي شايف الحين؟ اوكي اللي مو مشترك، لانه انا اشتركت، انا اوريدي فاتح سكوبس، ف
فعشان كده على طول اوتوماتيك بيروح على سكوبس على طول. فالغالب انت لما تضغط على سكوبس فيطلع لك زي كده, يطلع لك زي كده. فهنا تختار هنا, لما تختار هنا عشان تحط ايش هذا, عشان تحط الباسورد تبعك او تسجيل الدخول لقاعدة بيانات سكوبس. فلما تضغط على هذا, على هذا المكان صح ولا لا, يطلع لك زي كذا. ايوه. فهنا تختار في ستودنت في ستاف, يعني في للطلاب للمحاضر. فانت اذا انت محاضر تضغط ستاف, او انت ايش هذا يعني تشتغل في يو ام تضغط ستاف. لو ستودنت, لو طالب تختار ستودنت, فانت تضغط هنا الاسم, بعد كده الباسورد, بعد كده تضغط ساين صح تسجيل, بعد كده يفتح لك الموقع. اوكي. فهل هناك مشكله للطلاب؟ لا دكتور ما في مشكله. طيب اوكي, ما اعتقد انه اوكي. فاذا ما في مشكله بيطلع نفس الصوره او نفس الشكل اللي فتحه الدكتور حسن, اللي هو زي كده يعني الطلاب هو نفسه. اوكي بيطلع زي كده. فالطلاب بيقدر يبدا يحطوا بيانات او يكتبوا او الى ما شاء الله. اوكي. فاكتفي بهذا القدر ان شاء الله. اوكي وشكرا. هناك اسئله الطلاب؟ شكرا دكتور, شكرا جزيلا. هلا شكرا جزيلا دكتور, ما قصرت والله. مشكورين. هلا هلا, بارك الله فيك دكتور. جزاكم الله خيرا باذن الله تعالى. حياكم الله. طيب ان شاء الله الاحد القادم اتمنى من الجميع انه يكون جهز المقالات اقل عدد, اعتقد انه 25 يعني يكون مناسب, او اذا 30 يكون افضل, وما ما يكون اكثر من 50, لانه بدايه من الاسبوع القادم ان شاء الله راح نبدا في انشاء الجدول اللي هو ايش اساس عمليه الورقه أو أساس عملية كتابة الورقة. سؤال دكتور حسن, إيش هذا نبدأ بأسبوع الجاي نبدأ بميتا أناليسيس أولاً ولا بكونتنت أناليسيس؟ إحنا أولاً راح نعمل الجدول. بعد كده نفرق. بعدين في الكتابة راح نفرق بين هذا, لأنه هم الاثنين يعني هم الاثنين نفس الشيء, إلا إنه هذا تحليل محتوى لمحتوى المقال نفسه, والميتا أناليسيس للأسلوب الإحصائي المذكور. فهو الميتا أناليسيس جزء من التحليل يعني. ففي كتابة مقالة ميتا أناليسيس يعني مجرد زي ما تفضلت 25 صفحة أو أقصد 25 مقالة أو 50 مقالة كافي, ليس مثل بيبليوميتك صح؟ لا لا, البيبلوميتك ألوف, 1000 1500 2000. لا إحنا الآن بنحلل يدوي, أنت راح تفهم يعني إن شاء الله في الأسابيع القادمة ليش إحنا بنختصر على 30 أو 35, لأنه راح ينشف ريقنا إن شاء الله. يلا الله يعين الجميع إن شاء الله. أوكي أوكي. هناك أسئلة من الطلاب؟ في استفسار؟ جزاكم الله الخير ومشكورين, أبدعتم جزاكم الله الخير. بكم شكرا جزيلا, ونراكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل. شكرا دكتور فريد. شكرا يا دكتور صاحب. شكرا, السلام عليكم. اوكي, السلام عليكم, مشكورين وجزاكم الله. نتقابل ان شاء الله في الاسبوع المقبل, في الاسبوع القادم ان شاء الله, نفس التوقيت نفس اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.